ذلك الملك العادل الذي كتب الله على يديه أن يأمن الناس عنده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر أولهم إمام عادل، الملك الحاكم الخليفة أمير المؤمنين الرئيس الأعلى، أيا كانت التسميات، الإمام صاحب الولاية العظمى إذا كتب الله له صلاحا وتقا وحبا للخير للناس فإن الله جل وعلا يصلح به ما لا يمكن أن يصلح على يد غيره. لا يمكن أن يأتي أحد أعظم من الوالي الأعظم، من الوالي الأول، من الرئيس الأعلى، من الملك، من الحاكم، من الأمير، من الخليفة حسب الدهور والأمصار، يمكن أن ينفع الناس إذا أراد الحاكم أن ينفعهم؟ لا يمكن، لأن ما أتاه الله عز وجل من سمع وطاعة وبيعة في أعناق الناس تجعله أقدر على أن ينفعهم، تجعله أقدر على أن يحسن إليهم، تجعله أقدر على أن يصل ما يريده من الخير لهم. ولهذا قدمه صلى الله عليه وسلم، قال ذكر السبعة ثم قال: إمام عادل. هذا الرجل النجاشي كان حاكما وكان يملك أرض الحبشة بقوة، وحدث بينه وبين من تحت إمرته نوع اقتتال، أي أراد أن يتمرد عليه بعض الناس، بعض قادته، فلما أرادوا أن يتمردوا عليه حدث اقتتال. لما حدث اقتتال كان القتال على شط نهر، وأصحاب رسول الله من المهاجرين 80 كانوا على الشط الآخر، فبعثوا الزبير بن العوام، والزبير قلت في أول اللقاء أنه كان أصغر القوم، فأتوا له بقربة نفخوها ووضعوها على صدره كما يصنع الناس اليوم، وقيدوها على صدره حتى يمكث يسبح حتى وصل إلى الشاطئ. فلما أبصر المعركة ورأى انتصار النجاشي عاد فرحا. ماذا كان يصنع 80؟ كانوا يدعون الله أن ينصر النجاشي، لأنهم يعلمون أن في نصر النجاشي وبقائه بقاء لماذا؟ بقاء لدينهم. والعاقل لا يشغب على نفسه ويبحث، وهذا أمر شرعه الله، يبحث عن أسباب مصلحته. حتى عندما تكون أنت في حي ويكون لك أبناء، لا يعقل أن تقبل أن أبنائك يؤذوا الناس فيبغضوا شخصك إلى الجيران. من حقك بل يجب عليك أن تجنح بأولادك نحو الخير حتى لا تبغض الناس في شخصك، لا تسمح لأبنائك أن يضروك من حيث لا يعلمون. وهذا أنت تفقه مرادي من القول، ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق، لكن المراد عموما أن العاقل لا يشغب على نفسه ولا يجر على أهله أو ذويه أو عشيرته أو عرقه الغضب.